مؤخراً صاغت منظمة الصحة العالمية كلمة جديدة انفودمك أو وباء المعلومات، وهو الانتشار السريع للأخبار والصور ومقاطع الفيديو المضللة أو المفبركة. فاليوم معركتنا ليست فقط مع وباء كورونا، بل مع الأخبار المضللة والغير موثوقة والتي تعمل على تعطيل منظومتنا الصحية وتأخير عودتنا لحياتنا الطبيعية. مسؤوليتنا اليوم كمجتمع واعي هو عدم الانجراف خلف الإشاعات أو نشرها. علينا جميعا أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة مثل موقع منظمة الصحة العالمية وموقع وزارة الصحة الكويتية. بالتطعيم نعبر.